السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد دهاني وأعرض لكم النهاردة برنامج تعديل صور. وتم إنشاء هذا البرنامج الجزء من كورس البرمجة الهيكلية CS112 في كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة تحت إشراف دكتور محمد الرملي. البرنامج لواجهة البرنامج في اليوزر انترفيس، وهنا بيبقى فيه زرار لود ايمج سيف ايمج و20 فلتر متاح لليوزر ان هو يختار براحته اي فلتر عايز يعدل فيه على الصور. اول حاجه خلينا نجرب نعمل لود ايمج. لو عملنا مثلا الصوره دي ففي جراي سكيل، جراي سكيل اللي هو الرام بيعملها بس طبي رمادي مفيش اي الوان تانية. ولو حبينا نعملها سيف احنا مدينا الاوبشن 4 اختيارات يختار فيهم براحته. يعني والصورة دي الاكستنشن بتاعها جي بي جي يعني، فلو عملناها مثلا بي ام بي نسميه تيست وهنعمل سيف ايمج هنسيبه في الجزء ده مثلا سيبه هنا كده مش عارف هو سكيشن ايمج سيف. لو حبينا نشوفها اهي الصورة اهي بروبرتيز extension file dot bmb فهو بيسكيب عادي وكمان في خاصية في إن أنت واحد ممكن يعدل على الصورة اللي هي متاحة هنا فممكن يعملها invert مثلا اللي هو بيبدل الألوان ممكن يعملها flip برضو. بس فخلينا نشوف بس كل صورة دلوقتي على حدة كل فلتر على حدة. فلو عامل black and white هيبقى أبيض وأسود وهيبان بالمنظر ده. لو مثلا حبينا نعمل invert خلينا نختار صورة تانية. صورة تانية ممكن تبقى دي مثلا حابب يعملها invert. هو فكرة ال invert إن هو بيعكس الألوان، فالألوان مثلا هو بياخد بيعدي على كل channel وبيعمل من 255 ناقص اللون القيمة بتاعت كل channel بحيث إن هو بيغير اللون، بيغير اللون بتاع كل channel ويقعد في. لو عملت invert مرتين هو بيرجع للصورة لون الصورة العادي. في اوبشن دلوقتي احنا ممكن نعمل الصورة دي ميرج مع الصورة دي. في الميرج بيبقى ليه اوبشنين، اوبشن ريسايز اللي هو بيعدل الصور بحيث انها كل الصورتين ليهم نفس الهايت ونفس الويتس، او يعمل اوفرلاب. والاوفرلاب ده بياخد يعني بيدمج الصورتين في الكومن اريا بتاعتهم. لو عملنا ريسايز دلوقتي تبقى بالمنظر ده يعني الصورة ايه. لو عملنا دلوقتي ميرج بس نفس الصورة بس عملنا اوفرلاب هتلاقي ان الدبدوب التاني مكانه اختلف لان هو راح في الكومن اريا بدل ما اتعمل له ريسايز. بعد كده لو حبينا نعمل فليب مثلا خلينا نختار صورة البارتس، في فليب فيرتيكال فليب هوريزونتال ثانية عشان بس لخبطة. الهوريزونتال بيقلب يمين وشمال والفيرتيكال فوق وتحت. لو حبينا نعمل روتيت بقى نعمل روتيت 90 درجة هيتعمل 4 مرات هيرجع للشكل الأصلي. 180 هيقلب مرتين بس. 270 محتاج يتعمل 4 مرات برضو بس بيبقى شكل مختلف كل مرة. لو عملت مثلا 270 رجع 90 هيرجع للشكل العادي. 270 180 190 رجع 180 هيرجع للشكل العادي. بعد كده في اوبشن لللايتن والدارتن. هنا بقى يبقى في سلايدر بحيث ان اليوزر يختار القيمة بتاعته بتروح من 0 ل 100. ولو هو اختار مثلا داركن كده فكل ما يقرب اكتر للداركن كل ما هو الداركن تبقى تأثيره اقل. لكن لو عملها كده مثلا قرب للصفر وعمل داركن الصورة هتضل اكتر. لكن لو حب يعمل لايتن وقرب اكتر للمية الصورة هتنور اكتر. خلي دليل تاني اهو ثانية اهو اللايتن تأثيره أخف. دارتن تأثيره أخف من المكان عليه. بعد كده في أوبشن هنعمل كروب تقول اليوزر يختار البوزيشن السراوند بوزيشن اللي يبدأ عنه. مثلا هيبدأ في النقطة هنا مثلا أيا كانت النقطة ايه 600 600 600 ويتس خلينا نقول مثلا 1000 و1000 ويتس والهايت. هاي أبلاي كروب هيقص الحتة دي كده هو قصها خلاص.
ولو اليوزر قرر ان هو مثلا يعني هيختار صورة زي دي، لو عمل مثلا الاكس في حتة اكبر، الصورة دي تقريبا الدايمنشن بتاعتها 640 في 640، لو عمل اكس 800 واي 800 اكس مثلا 2000 هاي 2000 information هو يختار valid area. لو عمل دي زيرو ودي زيرو برضه مش هينفع. لو عمل دي 100 ودي 100، قص يعني هو قص حتة صغيرة جدا، هي تقريبا الحتة الصغيرة اللي فوق دي. بعد كده في ادن فريم، يعني في كذا اوبشن للفريم ممكن يعمله بيزك، وهو هيختار اللون اللي هو عايز يعمله. مثلا لو حابب يعمله بيزك خلينا نختار اللون مثلا، خلينا نقول احمر. بس هيعمل ابلاي فريم، هو ده شكل الفريم. ممكن نعمله على صور كده، اختارنا صورة تانية، خلينا نعمل اشياء تانية زي بعد البيزك. ممكن نعمل جريدينت اللي هو بيغير شكل، يعني غير درجات اللون على طول الفريم. عملنا كده تلاقي الفريم درجته مختلفة شويتين، يعني هنا درجة غير الدرجة اللي هنا. ولو عملنا صورة، اخترنا مثلا صورة زي ساموراي، عملنا شيكر بورد، هو الشيكر بورد بيبقى أبيض وأسود فالألوان دي مش هتأثر معانا. فكده مثلا ممكن نختار صورة تانية، ممكن نختار صورة تانية برضو زي وانو هنا، ونعمل لاينز. لاينز تبقى بالمنظر ده، يعني حرفيا عبارة عن خطوط كده مايلة شويتين، تعمل شكل فريم، والألوان اليوزر هو اللي بيقررها في الآخر. لو عملنا هنا برضه هنتني، ممكن نغير الألوان، نعملها سواء 80، والجرين نقلل الدرجة شوية، خلينا نسوي الاتنين ببعض. فايف فريم، يطلع بالمنظر ده. بعد كده ممكن لسه فيه برضه أشكال تانية زي اللوبس. ثانية كده ممكن نختار صورة تالتة، عندنا لوبس، دي شكل اللوبس، هي في لوبس جواها كده دوائر كده داخلة ببعض. ممكن نختار صورة كاروتس، نعمل سيركلز. السيركل هي بتبقى دوريتين بالمنظر ده، هي تبقى بالمنظر ده كده، هي بتبقى أبيض يا أبيض وأسود، فالألوان برضو مش بتأثر فيها. ممكن ساموراي نرجع نعمل داركنس. داركنس هنا اليوزر هو اللي لو اختار ألوان هو اللي بيقرر الألوان تبقى ايه. هنا فهمت، هنا 43، هنا 156، هنا خلينا نقول 25، نعمل أبلاي، هتبقى بالألوان الزغرقة دي. فا هي بتبقى ألوان في الآخر، في الأول والآخر اليوزر بيقرر دي أشكال الفريمات المتاحة، والألوان اليوزر هو اللي بيقررها. ممكن نعمل تيرت ايمج هنا تطلع بالمنظر ده، حابين نغير اللون تبقى كده، ممكن تبقى كده برضو. هي بتقرر بقى ايه الايدجز بتاعت الصورة. ممكن نعمل فلتر ريسايز. ريسايز بيبقى فيه اوبشنين، دايمنشنز وراشيو. دايمنشنز هو اليوزر دخل دايمنشنز اللي هو عايزها، مثلا لو حاب يعملها صورة 800 في 800 مثلا، الصورة بقت 800 في 800 وحجمها كبير، ممكن يعملها ريشو ويصغرها للنص. ممكن برضو يكبرها 4 مرات، ممكن يصغرها خليها 0.1، يعني ممكن يكبر الصورة برضو خليها 4 مرات تاني، يعني تبدأ تبكسل لأن هو صغرها. بعد ما عمل كل ما تكبر الصورة تلاقيها بكتلت أكتر. بعد كده في فلتر البلور، نجربه هنا. البلور ليه حدة، يعني حدة مختلفة، وبيبدأ من 3 لحد 49. فلو عملنا أقرب كده، كل ما تكبر البلور أكتر كل هو الوقت هيزيد، وفي نفس الوقت حدته تبقى أشد. فالصورة إيه؟ أدي حدة أدي البلور. ولو عملنا مثلا في بلور على 3، أو خلينا نقول حاجة صغيرة زي كده مثلا، هيبقى الوقت أخده أقل وحدته أقل. ممكن بعدها في أوبشن sunlight، ده بيبقى مثلا للمناطق حاجة صورة زي دي كده مثلا، ممكن يطبق عليها sunlight تلاقي يحس انها رياليستيك اكتر وفي ضوء اكتر، ده بيزود صورة تانية. ده لو صورة زي دي كده مثلا، ممكن نعمل oil painting تحس انها مرسومة بألوان الزيت. بعد كده في دندن بعد كده فلتر هو دندن مش تبي الصورة تحسها قديمة،
يعني هو بيخلي الصورة كأنها طالعة من تلفزيون قديم. بيربلايزر خلوه فيه يبقى لونه بيربل أكتر. سويت بعد كده ممكن تعمل انفراريد، الصورة بتبقى أحمر. لو دوست تاني هتقلب أحمر أخف، انت ممكن تعدل فيها وتغير فيها. بعد كده الستيو ايمج هو انجز، انجز تروح من نيجاتيف 98 ل 98، كل ما كانت بوزيتيف هي بتبدأ من الصفر، فانت هي بوزيتيف تميل لمين زي كده. يعني انت انا خليتها عنيفة شوية. هتعمل مثلا صورة تانية، بحب لو فيها هتعمل صورة تانية تخليها بالنيجاتيف، هتقلب شمال. بعد كده الفلترين الزيادة اللي التيم عملهم هما ال color balancer و ال glitch. ال color balancer انت بتقعد بتزود فيه الألوان في كل channel، بس مش شرط انها تبقى ماتش 255 و minimum 0. فانت تعمل تزود مثلا على ال R، خليها كده مثلا كده بتزود ال R، وهنا بتقلل ال green وبتقلل ال blue، فانت بتقلب الصورة انها تبقى أحمر أكتر. تقعد تعدل على كل بيكسل وبتزود فيها saturation بتاع الأحمر. لو صورة تانية زي دي كده ممكن تقلل فيها الأحمر وتقلل فيها وتزود فيها مثلا الأخضر السيتا والأزرق أعلى شويتين، تقلب يعني تزود الساتوريشن بتاع الأزرق أكتر حاجة. اليوزر هو اللي بيقعد يعدل على الصورة على حسب الألوان اللي هو عايز يغيرها، زي ممكن يعلي كله مثلا وهتبقى نورت أكتر. ممكن برضو يقلل كله. هتضل مارتر. بعد كده الفلتر جليتش، الجليتش هو يعني بيبوظ شكل الصورة أكتر، بيخليها كأنها مهزوزة. فهو برضه بتراوح حدته من 1 لـ35، كل ما زاد أكتر كده كل ما الصورة يعني الصورة باظت أكتر، لأنها يعني تراجت البكسل ستارت، البكسل اتطورت حرفيا. خلينا نعدل تاني ونخلي الجليتش كده بس هي تخاف بس. وده كان توضيح للـ20 فلتر في برنامجنا الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.